أول طبخة في رمضان هي السلطة. سلطة مشكلة منوعة، درتها بالأرز والبيض، الطماطم، الجزر، وزدت لها الزيتون الأسود والقليل من البصل، زائد التونة المعلبة بالزيت. تون الويل. كل يوم في هذا رمضان الكريم نحاول نغير من شكل السلطة اللي نحضرها، لأنه الأكل تغير. وثاني طبق هو البوراك. إذا تحدثنا على رمضان الكريم لازم علينا نتحدث على البوراك، لأنه حاضر في كل مائدة رمضانية. أنا نحبه بزاف. هناك خلطات مختلفة للبوراك، وهذه المرة درته بالمعدنوس والجبن زائد البطاطا المرحية، الثوم والكمون واللحم المفروم بطبيعة الحال. الذوق تاعه كان روعة، ولكن أنا نحبه أكثر بالمرقاز. البارح درته بالمرقاز وقلت بوركوا با اليوم نبدل شوية. قولوا لي في التعليقات بأي خلطة تحبون البوراك. ثالث طبق معنا هو الباذنجان كما راه مبين في الصور. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة الرائعة، أخذت الباذنجان قطعته قطع صغيرة، قليته في شوية تاع الزيت، بعدها زدت له الثوم، الملح، طماطم، المعدنوس، اللحم المفروم والفلفل الأكحل. خليت الكل يمتزج مع بعض، يقلي مع بعض. بعدها أضفت الجبن والبيض، خرج لي بنين بزاف. مع الوصفات الأخرى اللي درتها كما راكم تشوفوا في الفيديو، هنا درت الشوربة مازالها سخونة. كل يوم نبدل ما بين شربة الفريك وشربة الفيرميسال. سبق وريتكم ديجا شربة الفريك كيفاش نديرها. والطبق الثاني هو لوبيا. لوبيا درتها لأفراد العائلة، أنا ما نحبهاش في رمضان، تجيني بزاف ثقيلة. حبيت نشكركم على الاشتراك اللي ديروا في القناة، العدد تاعنا يكبر يوم بعد يوم. القناة راهي ليكم وفيها مواضيع متنوعة وعديدة. هنا شريت الخبز، كان سخون وكان مليح. نحب على مائدة الإفطار يكون عندي أنواع مختلفة من الخبز. هذوك اللي عندهم تيك توك روحوا تبعوني فيه، القناة تاعي واسمها أفي كيم كما العادة. وحبيت ثاني نشكركم على لي ميساج اللي يجوني في الفيسبوك. هذا نوع ثاني من الخبز شريته للقهوة، نحب نشرب بيه ساعات القهوة، هذا هو نوعي المفضل. وفي الدار درت خبز الكوشة، صورت لكم ديجا مراحل عمل خبز الكوشة. روحوا دخلوا لابلايليت شوفوا الفيديوهات تاعي، كل فيديوهات الطبخ اللي درت، كل وصفة مختلفة عن الأخرى. وإذا حبيت وصفة معينة تشوفوها في قناتي، ما عليكم غير تخلوا لي تعليق. نخلي لكم حساب الفيسبوك والإنستغرام في صندوق الوصف.